الحين بندخل حديقة شهر ناو في أي شهر ناو في كابلو. هذا طقية قندهار. يا هلا أحمد، نورت الحديقة. كلها شغل يدوي، كل أعمال يدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم طيبين يا جماعة الخير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلوقنا اليوم نصور حديقة جميلة من الحدائق كبيرة في أفغانستان كابل، حي اسمه حي شهر ناو، من الأحياء الراقي في كابل أفغانستان. ووريكم داخل الحديقة ومحيط الحديقة وش اللي يميز هالحديقة. ولا تنسوا سبسكرايب ولايك وضغط زر الجرس ليصلكم أول بأول إن شاء الله. يلا بنا. هذه مكان حي اسمه قوة مركز في كابل أفغانستان. ما شاء الله في فنادق كثير. هنا صناعية السيارات، فيها قطع غيار وصناعية زي في السعودية، قطع غيار السيارات، تصليح السيارات. الحين بندخل حديقة شهر ناو في أي شهر ناو في كابل أفغانستان. الحديقة ما شاء الله كبير، كلها خضر ما شاء الله. هذه الحديقة يميز انه مساحة كبير ومساحة يعني مكان للراحة، مجاني، دخول مجاني. شوف الحديقة، شوف الأشجار ما شاء الله. يجون شباب هنا ياخذون راحتهم، مثلا يجي مع عائلة، عوائل برضو مسموح، يمديهم يعني يفرش ويجيب الشاي وكذا، وحتى يمديكم تجيبون أكل من برا، تجلس وتأكل تفرج الطبيعة. شوف الأشجار ما شاء الله، مكان استرخاء، مكان الراحة، مكان تتأمل الأشجار، الطبيعة. ناس واجد قاعدين هنا. ما شاء الله حديقة كبير، وأجواء اليوم درجة حرارة تقريبا تقدر تقول 16 كذا. نتمشى نشوف الأشجار، نشوف الطبيعة، ناس ماشيين يسولفون. ما شاء الله الجو بيخي طبيعته. شوف الأشجار، شوف طول الشجر ما شاء الله. اي درخت اي چهار ماز نيس اي چي اسمو ناجو ميگه چي ميگه چي جلغوزه سنوبر. هذي اشجار سنوبر يقول. شوف الاشجار سنوبر ما شاء الله، طبيعه. نبي نتمشى واخر شيء نبي نقعد نتامل هالاشجار هالطبيعه والناس قاعدين. ما شاء الله هنا في أماكن كثيرة فيها ظل، لأن الشجار طويل ويغطي الشمس. شوف الأشجار، ناس شباب قاعدين. Thank you.
أخذنا ماء بعشرة أفغاني نص ريال اسمه الماء آريا. الأطفال يلعبون. هنا يبيع الشاي، شاي أخضر. قاعد أتمشى أشوف الطبيعة، ناس ماشيين. أكثر شيء هنا الحياة حاليا شباب. الطبيعة صلاة الظهر ناس يصلون ما شاء الله عليهم، الله يتقبل منهم. هذه حديقة حكومية مجانا، دخول مجانا ما هو تذاكر. هذه مطعم عوائل الشباب، مطعم كبير اسمه ليكي تاون ريستوران. هنا جهة مطاعم بوفيات، موقع حديقة ممتاز يعني. حتى جوا حديقة تلقى مشروبات ساخنة زي الشاي الأخضر الغام، تلقى هنا جنب بوفيات. هنا مكان يصلون، بروح أصلي نكمل بعد الصلاة. يا هلا أحمد، نورت الحديقة. كابزن وسكيرة ما شاء الله، ما لابسة قناع جمجمة. خو أحمد كسكو بوي بوخش خوش زمت خوبشس ما شاء الله. قبل أمد يدين جبوك أول دفع مياي ما شاء الله. يقول جيت أول مرة، هو ساكن في كابل 7 سنين تقريبا في كابل، يقول أول مرة أجي هنا. يقول يمدح إن حديقة ما شاء الله من أفضل الحدائق في كابل، حديقة حكومية. تعال 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 شوف، هذه يبيع مكسرات. خوبة شنام تشياس خو تشمي فرشي إيش تبيع؟ طيب كم هذا؟ ليش عندك؟ هذا 10 أفغاني. إيه؟ هذا برضه 10 أفغاني. هذول 10 أفغاني بنص ريال يعني، هذول بنص ريال. هذه دوار الشمس، وهذه فسفس، هذه زبيب. أقول هذه زبيب مع حمص، تمر برضو. أحلى أحلى. معك تم إخواني؟ أبى أسأله إنه يدرس ولا يقول بيد. هو كم صف إيش عنده سين؟ صف الثالث مدرسة ما شاء الله عليه، ولا صغير يشتغل عشان أهلهم. خلاص جيب لنا 2 دوار الشمس. هاي دوار الشمس بأخذ 2. شان شو دودنا؟ يسرب. هذا طقية قندهار، أبى ألبس أشوف كيف يطلع لي. راني الأصيل. هذا القندهار من أكثر من بشتون، هذا طقيتهم زي كذا. كلوا خارج يا وشت، كلوا ركبوا خارج. أنا بجيب شاي أخضر مع الفسفس مع دوار شمس.
ما شاء الله جبنا الشاي الاخضر الافغاني. احنا دائما ثقافتنا الشاي الاخضر مع المكسرات. شوف الشاي الاخضر الافغاني. قاعدين في حديقه طبيعه ما شاء الله، منظر جميل مستنسين. احنا ناكل دوار الشمس ونسولف، مكان يستاهل صراحة. يعني واحد إذا جاء كابل بحل الحديقة، شوف الحديقة الطبيعة. شوف هذول للبيع، وطني هذول. شوف شغل يدوي ما شاء الله، شوف الفن. تشاندس كله شغل يدوي. هذه كلها شغل يدوي. هذه شوف ما شاء الله، مو طباعة، شغل يدوي. هذه ولاية باميان. أعمال يدوية ما شاء الله. شوف ما شاء الله، صوف هذا طبيعي. السلام عليكم، اجي هنا شاندس هنا سيوي مسا. هذول 350 افغان. طقم برك الله، طقم يا جماعه. وين شاندس؟ وين شاندس؟ هذا للكبار، هذا للصغار. هذولين 700 افغاني، حول 500 تقريبا، يصير 25، حول 30 ريال. هذه عمل يدوية طبيعي. شغل يدوي ما تشكل. هذه 7000 افغاني. هذه هي شاندسي هي 2500. هذه 2500 افغان. روبوت يعني حيوانات. من الحيوانات. هذا من الحيوانات الطبيعية. شوف شغل يدوي. هذه 2500 افغاني، كل شغل يدوي ناعم ما شاء الله. فرش هذه من الحيوان الطبيعي. كل أعمال يدوية. هذه رئيس أفغانستان كرزاي. وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا الاشتراك واللايك وضغط زر الجرس ليصلكم أول بأول. أدعمنا باشتراكات، أدعمنا في النشر بين أخوانكم وأصدقائكم حتى نصل 1000 مشترك إن شاء الله.